آخر فقرة من برنامجنا لليوم وفقرة طبية. أكيد المساحة الطبية الكل بينطرها، فرح قد ما عندهم أسئلة هي استشارة، يعني خلينا مجانية. نقول مجانية على الهواء، نحكي فيها كل حلقة عن موضوع معين. اليوم رح نحكي عن موضوع تصلب الشرايين، طبعا هو عملية تدريجية عم تتراكم فيها مواد تحتوي على الدهنيات والكوليسترول من الكلس على جدار الشرايين. هالشي بيؤدي لضيق الشريان، ممكن يوصل الأمر لانسداده. لنحكي عن الموضوع أكثر أكيد نرحب بالدكتور حسن إبراهيم، أخصائي بالأمراض القلبية والأوعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. واليوم عم نحكي، يعني الله يبعد المرض عن الجميع، تصلب الشرايين. خلينا نحكي بالتفصيل بالبداية، شو هو تصلب الشرايين؟ الشرايين بالأساس هي عبارة عن أوعية تنقل الدم من العضلة القلبية لكل أعضاء الجسم وخاصة الأعضاء النبيلة لحتى تغذيها بالغذاء والأكسجين. هلأ التصلب العصيدي هو اندخال بطانة هالشرايين بالدهون والكوليسترول، وخاصة في أنواع معينة من الكوليسترول يلي هي ذرات الكوليسترول صغيرة الحجم صغيرة الوزن. الصغيرة هي بتندخل داخل بطانة الأوعية، معروف الوعاء يتألف من 3 طبقات، أهم شيء فيه هو الطبقة البطانية أو الداخلية، وهي طبقة ناعمة وإلها عمل معين. فلما تندخل الدهون والدسم ضمن هاللمعة هي تؤدي إلى سوء عملها وسوء وظيفتها، وبالتالي تؤدي إلى تضيق في بطانة هالشرايين. هالشيء مع الزمن رح يؤدي إلى نقص في نقل الغذاء ونقل الأكسجين إلى الأعضاء النبيلة. هالعصايد هاي بتسكر الشرايين شوي شوي، والكارثة رح تصير إذا كان واحدة من هالعصائد انأبعت وسكرت الشريان بشكل نهائي، اللي رح تساوي لنا بالأخير الجلطة. طبعا الشرايين، كل الشرايين اللي بتنقل الدم لكل الأعضاء خاصة للدماغ أو للقلب أو للكلية أو للطرفين السفليين أو لكل عضو من أعضاء الجسم ممكن تصاب بهالتكلس وبالعصايد هاي، وقتها بتصير الأعراض حسب العضو المصاب. نعم، خلينا نحكي قد ايه بتتراوح درجات الألم بين المرضى لما طبعا يصير في كلس على الشرايين؟ هلأ دائما الألم ما بيصير عادة إلا إذا في أعضاء معينة. على سبيل المثال لما يصير هالتكلس العصيدي أو هالشرايين العصيدية هي لما تصير بالشرايين المغذية لعضلة القلب، هلأ هون المرضى رح يشكو من ألم صدري. الألم يبدأ في منتصف الصدر، ينتشر للذقن. لا، لأنه بيصير في تضيق ضمن الشرايين، فبيصير في ألم صدري. هالألم عادة يزداد بالجهد، يخف بالراحة، والألم له أوصاف معينة، ينتقل للصدر للذقن للكتف الأيسر. هلأ هذا هو الألم الخناقي اللي يصير بسبب تضيق الشرايين الإكليلية اللي بتروي عضلة القلب. لكن على سبيل المثال إذا صار التضيق بالشرايين اللي رايحة للدماغ ما بيصير ألم، ممكن الشريان يسكر فجأة ويساوي لنا ستروك أو يساوي لنا فالج أو يساوي لنا ضعف بالإيد أو ضعف بالرجل أو شلل كامل بالإيد والرجل. لا، الألم أرحم. أو حبسة كلامية، طبعا هون الكارثة رح تكون أكبر. هلأ إذا كان الألم تضيق في الشريان اللي رايحة للطرفين السفليين، هلأ هون رح يساوي لنا شيء اسمه عرج متقطع، وهذا العرج المتقطع ممكن نشوفه بالإيدين وممكن نشوفه بالأمعاء، وهون بيصير الألم أو عدم القدرة على المشي عندما يسير المريض مسافة معينة، يمشي 100 متر بسبب تضيق الشريان الحرقفي أو تضيق في شرايين الطرفين السفليين، 100 متر ما حد يقدر يمشي، بيقوم يقعد، ممكن يشكي من ألم. لكن الألم هو عرض مهم جداً في تضيق الشرايين المروية أو المغذية للعضلة القلبية. نعم دكتور، دائما بنسمع أنه الجلطة أو تصلب الشرايين ممكن يصير نتيجة التقدم بالعمر، لكن اليوم عم نشوف يمكن أعمار صغيرة عم بصيبها هذا الشيء. شو السبب الرئيسي لتصلب الشرايين يلي يمكن هو الأكثر شيوعا؟ هلأ لا شك أنه هالآلية المرضية هي لها علاقة بكتير أسباب وبكتير عوامل خطورة. من بين عوامل الخطورة الموجودة هي على سبيل المثال التدخين، من بين هالعوامل الخطورة يلي هي الداء السكري. نحن بنشوف الشرايين عند مرضى السكري كلياتها عصايد وغير منتظمة بطانة الشرايين وفيها تضيقات متعددة.
السكري هو مرض قلبي بيصيب كل الشرايين تقريبا. من بين عوامل الخطورة يلي موجودة في شيء نحن ما بنعرفه، مجهول السبب. من بين عوامل الخطورة الوراثة، من بين عوامل الخطورة ارتفاع الدهون والدسم والكوليسترول في الدم، وخاصة نوع معين من الكوليسترول يلي حكيناه قبل شوي يلي هو LDL كوليسترول أو الكوليسترول يلي ذرته صغيرة. فهالعوامل العامل النفسي ممكن يكون له سبب أو هو هلأ العوامل النفسية ما لها دور بالموضوع تمام. لكن العوامل النفسية والشدة النفسية والتعصيب والزعل والتوتر هي بتجي بالأخير لتساوي الستروك أو تساوينا الاحتشاء أو تساوي الكارثة على أرضية موجودة سابقا تمام. يعني بيكون الشريان عصيدي ومتكلس ومتضيق نتيجة هرمونات الشدة اللي هي الأدرينالين والنور أدرينالين، ممكن تساوي تشنج بهالشرايين هاي وتسكر الشريان وتساوينا الاحتشاء العضلي القلبي تمام. لكن لا شك انه التدخين ونوعية الأكل وقلة الحركة والبدانة والداء السكري وهدول كلهم هالعوامل هدول الموجودين هن الأسباب الأساسية في وجود الشرايين العصيدية وتكلس الشريان والتصلب العصيدي. نعم، لكن خلينا نحكي على أعراض التشخيص. دائما بنسمع إذا حدا بصير عنده تخثر برجله أو مثلا تنميلة أو كذا بيقول أعراض جلطة مثلا بدون ما يعرف شو هي التشخيص أو تصلب شرايين، فخلينا نعرف منك أعراض التشخيص. الآن التصلب العصيدي يلي ممكن يصيب أي شريان موجود بالجسم رح يساوينا أعراض بالمنطقة يلي هو رح يرويها أو يغذيها. إذا كان هذا التصلب العصيدي عم يصير بالشريانين السباتيين يلي عم يودوا الدم للدماغ وقام سكر واحد من هالشرايين أو انقبعت عصيدة بهالشريان هاد رح تساوينا ستروك أو رح تساوينا فالج، ووقتها ما عاد يحكي المريض وما عاد يحرك إيده وما عاد يحرك رجله. في حين أنه الأعراض يلي تنتج عن تصلب الشرايين المروية لعضلة القلب هي الألم الخناقي وأحيانا ألم احتشاء العضلة القلبية، هدول بيكون عادة في تصلب بالشرايين، في تضيق بواحد من الشريان. إذا ابعت هالعصيدة هي أو إذا انقلعت من مكانها ممكن تساوي لنا خثرة ويسكر الشريان، وبهالحالة رح تساوي لنا ألم شديد مترافق بتعرق وزير وممكن تغيم وعي وممكن يصير عنا أحيانا اضطرابات نظم قلبية خطيرة ممكن تؤدي إلى توقف العضلة القلبية والموت. إذا الألم عادة أو الأعراض تنتج عن العضو يلي فيه التكلس العصيدي وفيه تضيق الشرايين يلي عم يروي هالعضو هذا. مثلا العرج المتقطع ينتج عن تضيق الشرايين في الطرفين السفليين، ممكن نشوف عسرة هضم لما يكون في تضيق بالشرايين المروية أو المغذية للأمعاء مثل الشريان المساريقي وهلم جر. نعم دكتور، كثير من الاشخاص بيتساءلوا انه شخص تعرض مثل ما بنقول نحن بالعاميه يمكن لجلطه، رجع وعاش حياته بشكل طبيعي وقام منها بخير والسلام، اليوم هل في امكانيه انه ترجع له هي الاعراض نفسها بشده اكثر او نسبه الشفاء يمكن فينا نقول هي ما عاد تتكرر هي النكسه فينا نقول؟ هلا نحن بشكل عام واساسا المفروض نعمل على اتباع الخطوات التي تقي من التصلب العصيدي وتجنبها. شو هي هالعوامل؟ لا شك انه الرياضة والحركة وممارسة الرياضة بشكل جيد هي شغلة كتير مهمة، لا شك انه انقاص الوزن وتجنب الدهون والدسم والتركيز على الأطعمة الغير حاوية على الدهون والدسم المهدرجة السيئة هو واحد من الأسباب. لا شك أنه تجنب التدخين يلي معروف أنه مو بس بيساوي التهاب قصبات مزمن وساد، كمان هو بيسكر الشرايين وبيزيد بآلية التصلب العصيدي وبيسكر الشرايين، فلازم نتجنب الدخان قولا واحدا. في عنا مرضى معينين على سبيل المثال المرضى اللي مصابين بالداء السكري، لا شك أن الضبط الجيد للداء السكري يقي من التصلب العصيدي ويمنع حدوث الاحتشاءات والجلطات وأذية الشرايين البيطانية. وعادة ضبط السكر يتم بخافضات السكر الفموية إذا ما أمكن في أدوية كتير حديثة، وبالأخير إذا ما أمكن يجب أن لا نتأخر بإعطاء الأنسولين. المهم نحافظ على سكر صباحا على الريق أقل من 120، بعد الأكل بساعتين أقل من 140 أو 160، دائما مخزون السكر لازم يكون أقل من 6.5 أو 6 وحتى 7 يعني ممكن نقبله. إذن
ضبط عوامل الخطورة يلي عم نحكي عنهم، يلي على رأسهم التدخين والبدانة وإنقاص الوزن والحركة والرياضة وتجنب التدخين وضبط السكر وضبط ارتفاع التوتر الشرياني، هو يلي هو مرض مهم كتير. لازم دائما الضغط يكون أقل من 140 على 80 أو على 90 ميليمتر زئبق، دائما هيك. شو ما كان الضغط واطي ومضبوط أكتر هذا بيقينا. هلأ لما تصير الكارثة أو لما تصير الأزمة أو يصير احتشاء العضلة القلبية، هون المريض صار مريض، وبهالحالة يجب اتباع كل الخطوات يلي تقي من عوامل الخطورة يلي حكيناهن، إضافة لتناول العلاج القلبي بشكل دائم. نعم. شو هي الأدوية يلي ممكن تخففنا من التصلب العصيدي وتحمي الشرايين إلى حد كبير؟ من بينها في أدوية هي الاستاتينات والأسبرين، وفي مجموعات أدوية تانية كتير مفيدة بهذا الموضوع، تحمي الإنسان من عودة الحادث الوعائي مرة أخرى. يعني معلومات كتير مهمة عطيتنا إياها بهذا الموضوع كمان المنتشر كتير بالفترة الأخيرة. شكرا لوجودك دكتور، وإن شاء الله هيك بالحلقات القادمة نحكي أكثر عن تفاصيل معينة. شكرا كتير لكم.